اولا كنشكركم على الاهتمام اللي عطيتوه لهذا الموضوع هذا. حنا هذا الموضوع ما بغيناش يدوز مرور الكرام، بغينا نتكلموا عليه ونتكلموا عليه ونتكلموا عليه لعده مرات. لماذا؟ لان لما نوصلوا على ان لاعبين كيضحيوا السنه باكملها وفي الاخير كيتعرضوا لممارسات بهذا الشكل اللي تعتبرت ممارسات اجراميه، حنا كندوا بها ومن خلالها كنوجهوا رسائل لجميع مكونات نادي الرجاء. لا غناخذوا من واحد الجانب على ان اللاعبين باقيين شي شويه متدمرين، من لان شافوا عاشوا ليله واحد الليله زعما السوداء هذيك الليله، ولكن حنا كنحاولوا نقولوا لهم على انه راه كاينه محطه دوليه اللي هي المباراه ديال فيتا كلوب نهار الحد، اللي بغينا الجميع يتلف وراء الفريق والجمهور وكل شيء ينوض باش تحقق نتيجه، لان لا يعقل على انه قدامنا مباراه كبيره وما يكونش اللاعبين ما يكونوش مهيئين لها. لا حنايا هذا الدور ديالنا كمجتمع مدني وكمساندين ديال نادي الرجاء، هذا الدور ديالنا، حنا دائما غيبقى الدور ديالنا هو هذا، هو اننا غنشجعوا الفريق ديالنا من جهه، ولكن راه حنا غنمشيو في اتجاه باش الجو يتنقى، باش العائلات يرجعوا يساندوا في الملاعب، وباش الامور تمشي في الاتجاه الصحيح. ومن هذا المنبر كنطلب من اللعابه، راه حنا معاهم وراه حنا بقاو فينا الورد، غادي نديو اللعابه غدا غنمشيو عندهم الفندق ان شاء الله. حنا سميتو حنا فرقتنا هذه ما غاديش سميتو، هذه فرقتنا ما كنتخلاوش عليها، والخطا اللي وقع غادي تصلح، وكنتمنى باش الجميع يتلف يلتف ورق الفريق، لان الفريق مقبل على استحقاقات رياضيه مقبله اللي خاصو يشرف فيها المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. كجمهور فريق الرجاء البيضاوي اللي هو الجمهور الحقيقي، جينا اليوم باش نساندوا فريق الرجاء، اللعابه ديال فريق الرجاء البيضاوي، وفي نفس الوقت نستنكروا هذاك الشيء اللي وقع. جينا في الصباح المركب الوزيز باش نقولوا للعابه باننا احنا معاكم، احنا دائما بجنبكم. جينا كذلك المكان اخر اللي كان تقال بانه غادي يداروا فيه تدريبات، جينا كذلك هنا باش نقولوا لهم راه حنا جينا نشكركم على المسانده وعلى على 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 التضحيات اللي ضحيتوا، وعلى بزاف ديال الحوايج درتوا من اجل فريق الرجاء البيضاوي، فريق الرجاء البيضاوي اللي هو كبير وكبير بزاف وغيبقى دائما كبير. مع الاسف جينا الصباح وجينا في العشيه ما عرفناش السبب علاش ما جاوش يترينيو، غنبقاو دائما نساندوا اللعبه ديالنا وغنبقاو دائما بالجنب ديالهم وغنبقاو دائما نقولوا لهم راه انتم ولاد الفرقه، ولاد الفرقه ما تفرطوش في الفرقه ديالهم، وإذا كان وقع غلط راه الله سبحانه وتعالى تيغفر، فرقتنا غتبقى كبيره وغتبقى كبيره بزاف، وتنتمناو لكم ان شاء الله حد موفق في المقابله اللي غادا تكون نهار الاحد ان شاء الله، ومسيره طيبه لجميع المكونات فريق الرجاء الرياضي. انا باغي نجي نساند اللعابه، نساند الجمهور باش نهار الاحد يعطيو مقابله كبيره. تصدمنا في الصباح في الوزيز ما لقيناش اللعابه في الحصه التدريبيه، اليوم كذلك في المحمديه تشوفوا بان الملعب خالي ما كاينينش اللعابه، وبصراحه فحنايا تصدمنا بزاف. فاش غادي نقول لك، حنا كجمهور جايين باش نساندوا اللعابه ونحفزوهم، يعني ما يعني شعور لا يوصف، فهاد الصدمه كانت كبيره وكبيره. فتنطلبوا من اللعابه باش يجيو يحضروا التدريب ديالهم ويدافعوا على قميص فريق الرجاء البيضاوي وعلى اللوغو ديال فريق الرجاء البيضاوي، وحنا معاهم حنايا في السراء والضراء كما عاهدناهم. واليوم راه يعني واخا الصدمه راه حنا معاهم وغادي نحفزوهم ان شاء الله يوم الاحد. فحشومه يعني جماهير الرجاء البيضاوي تتسنى من اللعابه باش يقوموا بالتدريب ديالهم يعني بحضور هذا الجمع هذا، فما لقيناهمش. فبصراحة فاش غادي نقول لك يعني هادشي تيحز في النفس، من حارس الزنيتي إلى آخر لاعب، يعني الزنيتي بانون بوطيب جبيرة، جينا باش نساندوكم اليوم وما يعني تصدمنا ما لقينا التيران الملعب خالي. فهذا نداء لكم ونداء لجميع الفعاليات فريق الرجاء البيضاوي.